سلطات الاحتلال. معنا مباشرة من الخليل من يطا أعتقد معتز حاتم أو موسى. معتز، الحمد لله على السلامة. الله يسلمك ويحييك ربي. تحية لك وللأسرة وسلامة يدك، يعني احنا عاوزين نقول لك الحمد لله على السلامة، لكن يدك مالها؟ الله يسلمك ويعطيك الصحة، والحمد لله على كل حال. نبتدأ بالصلاة والسلام على رسول الله، عليه الصلاة والسلام. ورحم الله جميع الشهداء الذين قتلوا في هذه المعركة لأجلنا للخروج من هذا السجون، سجون الاحتلال الغاصب. تم الاعتداء علينا من قبلهم بالألفاظ والضرب والعنف. في اليوم هذا، في صباح هذا اليوم، قاموا بدخول الوحدات علينا لكي يخرجونا، وأنا قمت بالحكي لهم أن إصبعي هو مكسور، فلم يرد علي، ولم فقال لي أنه يعني أني عندك حكرة تحقيق. فقلت له يعني أنه إصبعي مكسور، ليش هذا الحكي؟ له قال لي كلبشني وسحبني، ما حكى لي أني أنا بدي أروح، ولا حكى لي أني بدي إشي. يعني بتعامل بعنف، فيش إشي يعني تعامل إنساني، فيش تعامل إنساني نهائياً. نتمنى الله الفرج العاجل لجميع الأسرى يا رب. يعني وأنا أقول الاعتداء ده تم عليك اليوم صباحا، يعني يدك كسرت صباحا ولا صباعك كان مكسور من زمان؟ انتصر بالاعتداءات القبلية قبل 3 أيام، واليوم تم بالضغط عليه من قبل الوحدات. معتز، الحمد لله على السلامة. ويعني الله يسلمك فيك. العالم كله فرحان ليك ولكل الأسرى الفلسطينيين رغم الحزن الشديد كما قلت أنت في غزة. لكن سؤال لك، يعني متى يعني دخلت سجون الاحتلال؟ في سن كم؟ دخلت السجن وأنا عمري 16 سنة، في تاريخ 24/12/2022. والآن الحمد لله، يعني أنت بين الأسرة وبين الحمد الأهل. لله. ومعتز، كيف كانت حالة السجون؟ يعني الأسرة، أنت تركت الأسرة داخل السجون الإسرائيلية، كيف حالة الأسرة في السجون؟ سجون الاحتلال عبارة عن مقبرة الأحياء، فأنا بتمنى الفرج العاجل لجميع الأسرى. أنا تركت وراي إخوة، وليس أسرى، هم إخوتي. يعني أنا فرحتي ما اكتملت إلا إن شاء الله بخروجهم وخروج جميع الأسرى، المؤبدات، أشبال، النساء الباقيون داخل هذه السجون. يعني أنا تعد علينا بالضرب والعنف وبطرق كثيرة من هذه الطرق، يعني لا يوجد أكل كافي. يعني صاروا يحطوا في جميع الغرف، كل غرفة فيها 10 أشبال، يعني ممنوع يحط 10، بس بحطوا 10، بيقولوا لك بدك تعيش، فيش شيء، بسبوا عليك. فأسأل الله الفرج العاجل لجميع الأسرى يا رب. اللهم امين. يعني عشان نوضح الكلمات، 10 أشبال يعني 10 أطفال تحت السن في السجون الإسرائيلية. أعد السؤال، أعد السؤال لو سمحت. كلمة 10 أشبال، أشبال اللي هم يعتبروا أطفال في السجون تحت السن القانوني. صحيح. معتز، يعني تم الإفراج، نعم، تفضل تفضل. كم تم الإفراج علينا، يعني الصبح أجوا علينا، دخلت علينا وحدة، يعني فكرنا إنه قمع، إحنا ما حكناش إنه بدنا نروح ولا إشي، ما تعاملوش معنا يعني بأسلوب صحيح. يعني أخذونا، وكان معنا كنا لابسين أواعي، شلحونا الأواعي ولبسونا هاض، وقلت له إصبعي مكسور، قام بالضغط عليه وعادي يعني ولا إشي، طلعوا منا 10 أشبال، وأنا كنت بينهم الحمد لله. يعني إنه ربنا أعزنا بهذه المقاومة، عاشت المقاومة، عاشت جميع الفصائل، وعلى رأسها الحركة الإسلامية، وعاشت غزة الصمود، ورحم الله جميع الشهداء الذين قتلوا في هذه المعركة لأجلنا، نعم، يعني هذا الكلام الجميل يا معتز. وعاشت قطر نعم التي ساهمت في هذه الصفقة، وجميع الدول العربية نعم معتز، ومصر. نعم نعم، يعني الشكر لصاحب الفضل، الشكر أولا لله ثم ما قلت أنت لإخوانك في غزة. نعم، الشكر لله والحمد لله. نعم، ما قلت أنت لإخوانك في غزة الآن. أنا أريد أن أهل غزة اليوم، يعني ربما أنت لم ترى ما شاهدوه والدمار وأعداد الشهداء والمصابين وما أحدثه الاحتلال، ربما ستراه وستعرف ماذا فعل الاحتلال بأشقائك وأهلك في غزة. ماذا تقول لهم الآن؟ أتمنى من الله أن ربنا يصبرهم ويلهمهم الصبر على ما أصابهم من انتهاكات وضرب وقصف، وأسأل الله أن يعيد هذه الديار بعزة رجالها وأصحابها الشرفاء الذين يقاتلون للحق. نعم، يعني معتز، بعض الأسرى قالوا أنه
خلال ال 47 يوم الماضية يعني بعد طوفان الأقصى، كان هناك معاملة قاسية ممن هم في السجن للأسرى، من إدارة السجون الإسرائيلية للأسرى، نعم، هل أنا فعلا أؤكد هذا على حدث؟ ذلك. نعم، أنا أؤكد على ذلك. كنا عايشين بالزنازين جماعية، يعني لا يوجد تلفزيونات ولا كمكم ولا بلاطة للطبخ الأكل. يعني أكل بجيبوش مطي، يعني مطهي، يعني مستوي، بجيبوا لنا إياه نص نص، وبجيبوش أكل كافي للأسرى، ومي، فيش مي، بيقطعوا الكهرباء، ممنوع الكهرباء في النهار. يعني إحنا كنا متعرضين يعني لانتهاكات محرمة بين الدول. نعم، يعني هذا مش تعامل مع عسير، ولا تعامل مع إشي، ولا تعامل مع مواطن، ولا إشي، كله انتهاكات. نعم، يعني الحمد لله إنهم صابرون، نعم، الحمد لله. نعم. معتز، ربما الحديث عن الأسر الذي قد ذهب، لكن الآن وأنت بين الأسرة، شعورك إيه وشعور الأسرة؟ شعور لا يوصف. بس أنا قلت لك فرحتي ما اكتملت إلا بخروج إخواني والأسرى الباقون. يعني الحمد لله، هي والدي يشكر الله جل في علا على خروجي، وهي أخي وحبيبي يشكر الله جل في علا على خروجي، ويسأل الله أن تتم الفرحة بخروج جميع الأسرى. نعم، ربما الحديث حول يعني دخولك السجون الإسرائيلية، الأطفال كيف هو التعامل مع من هم تحت السن؟ يعني هل يتم توفير الرعاية الطبية، التعليم، الصحة، هل الملابس في حالة البرد الشديد، هل بالنسبة لأنكم أطفال تحت السن؟ التعامل معنا بطريقة بشعة. يعني كان في اشتاء، وفيش عندنا لا شبابيك، ولا عندنا أواعي، ولا عندنا إشي، وفيش تعامل. إهمال طبي، إهمال طبي رسمي. أنا لو يعني الحمد لله ما طلعت تعالجت، إيدي داخل السجن وقالوا لي فيش كسر، وطلع عندي كسر في إصبعي وإيدي مكسورة كسر الضغط. يعني إهمال طبي مش طبيعي. بتعامل منطق العنف، يعني مش بتعامل مع أطفال، بتعاملوا مع، كيف افهمك؟ يعني مش راح اقدر افهم لك اياها. يعني اسلوب محتقر بالنهايه. لكن في النهاية أنت في بيتك، انتصرت عليهم وعدت إلى بيتك يا معتز. الآن وأنت يعني احكي لنا قصة اليوم، يعني في الصباح ماذا قالوا لك؟ هل كنت تعلم أنه أنت ضمن يعني قائمة وصفقة تبادل؟ في الطريق، في الباصات، لماذا تأخرتم في سجن عوفر؟ احكي لنا القصة من اليوم صباح. في صباح اليوم كنا جالسون أنا وإخوتي الأسرى، دخلت علينا وحدة سهرية، دخلوا علي، اطلعوا بعض الشباب، ظل آخر اسمين، نادوا على معتز وكمان اسم. الحين يعني أنا لوش نادوا علي، بعرفش ليش نادوا علي. يعني كلبشني، بقول له إيدي ضغط على أصحى، ما رضيش يناقش، قال لي عندك تحقيق. قلت له ماشي. طلعت، بعد ما طلعت قاموا بتغيير جميع ملابسي، يعني اخذوا معي ملابس كويسه، اعطوني هذا الملابس. يعني ممنوع انه نطلع بصوره كويسه، بعطوك لا صورك ولا بعطوك شيء سويته انت غلط، بقول لك ممنوع تطلع ولا شيء بالاعتداءات. سحبونا. يعني بعد فتره طويله انه عرفنا انه يعني احنا مروحين، بعد ما عرفنا من الصليب والى اخره كذا كذا، حكونا انه يعني انتم مروحين اليوم. وانتظرنا إنا من يعني من زي ما تقول من الساعة 10 الصبح وإحنا في الأمتنة جالسون ننتظر 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 ننتظر، حتى الله نصرنا وخرجنا والحمد لله. يوم مأساوي والحمد لله اكتمل بالفرحة. نعم، الحمد لله. التأخير كان في الكل كان ينتظركم في يعني خروجكم من سجن عوفر، هل لماذا التأخير؟ يعني هل كان هناك سبب أم لم تكن تدري ماذا يحدث حولك؟ لما يعني حطونا في امتناع، وتعرفش ولا اشي انت، بس بيطلعوك وقت ما طلعوك خلص، اطلعونا في الباص. الحمد لله على السلامة يا معتز. لو الوالد كلمة أبو معتز، مبروك خروج معتز وعودته سالما منتصرا الله يبارك فيك. بإرادة الشعب الفلسطيني وليس وانا من بأشكر، نعم الله يبارك فيك ويسعدك، وانا بشكر كل واحد ساهم وشارك في هذه الصفقة، في هذه الصفقة، قتلت الاسم، صفقة تبادل الأسرى، وبشكر قطر ومصر وكل واحد ساهم فيها، جميع الدول شهداء. جميع الدول كلنا العربية، والله يشفي الجرحى ويرحم الشهداء. الله، آمين يا الله اللهم يا رب آمين، العالمين. اللهم آمين. معتز، يعني إحنا سعداء لسعادتك،
ونتمنى كل الأسرى. وفقط نريد أن نوضح كلمة، هل هناك أحد من الأطفال الصغار محكوم مؤبد؟ المؤبد أعتقد 100 سنة. 99 سنة المؤبد الأمني، والمدني 25 سنة. في ناس يعني عندها أحكام عالية، يعني زي الأسير صديقي وحبيبي الأخ جمال كعابني، فأسأل الله أن يخرجه. يعني أنا وأنا طالع قال لي ودعني، كان هو في غرفة أربعة، قال لي أخوي الله يسهل عليك، فأسأل الله أن يخرج في أقرب وقت يا الله. إن شاء الله فهو يعني حكمه عالي الشاب هذا إن شاء الله زي ما تقول. سيخرج جميع الأسرى بإذن الله، وسيتم تبييض المعتقلات أمين الله والسجون إن شاء الله. وشكرا لك يا معتز، الحمد لله على السلامة، نورت الخليل، نورت فلسطين، وإن شاء الله يعني تشفى سالم غانم، وإن شاء الله أيضا تبارك لأهل غزة ولفلسطين. إذا كان من رسالة عبر شاشة الجزيرة مباشر، رسالة مفتوحة إلى من تحب، بماذا تقول؟ أبارك لهم جميعا، وأقدم تحياتي وأشواقي إلى إخواني في قطر ومصر وجميع الدول العربية وجميع الفصائل الفلسطينية على مساهمتهم في هذه الصفقة، وكل احترام للجميع والشكر من والدي ومن أخي لهؤلاء الشرفاء الذين قاموا بتسهيل هؤلاء الأسرى الذين كانوا يعيشون في مقبرة الأحياء. فأسأل الله الفرج للأسرى جميعها، وأسأل الله أن يرحم شهداء غزة ويرحم، ويسأل الله أن يسهل لهم يا الله، ويكون معهم في قطاع غزة ويثبتهم وينصرهم نصرا عزيزا مقتدر من عنده. والحمد لله والشكر لله، وشكرا أخي. شكرا أخي معتز، الحمد لله على السلامة، وألف ألف مبروك على خروجك من سجون الاحتلال. معتز حاتم أبو موسى الأسير المحرر في الصفقة اليوم، ويعني بدأ طبعا يده بها جرح، يعني ما ألمنا أنه بالرغم من أنه الصفقة تتم والعالم يسمع، إلا أنه قال أنه السجان أصر على أن يضغط على إصبعه.